ومما يجدر أن ينبه هنا إلى ما يتعلق بالمعجزة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأعظم معجزة له القرآن، لكن معجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة. لكن من بين المعجزات على أحد الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية كتب هذا ما قاضى به محمد بن عبد الله، كتب عبد الله. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي، وهذا هو صريح القرآن، والأمية تمدح باعتبار وتذم باعتبار آخر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. لكن المشكلة هنا أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما قال لعلي رضي الله عنه اكتب هذا ما قاضى به محمد رسول الله، فقال سهيل قف، لو كنت رسول الله ما حاربناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحها، فقال لا، وهو لم يتوانى رضي الله عنه في تنفيذ الأمر، لكنه علم بقرينة الحال أن هذا ليس على سبيل الإلزام. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وهو لا يحسن الكتابة فكتب محمد بن عبد الله. ومن هنا وقع الإشكال، كيف يكتب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومن هذا الخبر رأى أبو الوليد الباجي رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الكتابة فيما بعد، فقام عليه علماء الأندلس ورموه بالزندقة، فاستدعاه الأمير ومن معه فقال معي الدليل، فقال ما هو؟ قال قول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. قال من قبله، فلما أوتي القرآن تعلم النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون في ذلك حجة للمعاند، فتبعه جماعة من العلماء واستدلوا بأدلة. فالدليل الأول الآية، الدليل الثاني ما جاء في صحيح البخاري أنه أخذ الكتاب وهو لا يحسن الكتابة فكتب هذا ما قاضى به محمد بن عبد الله. الدليل الثالث ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى قرأ وكتب. الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاوية أن يكتب لعيينة وللأقرع، فقال عيينة لا أخذ كتابا ككتاب المتلمس لا يدري ما فيه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في الكتاب فقال عليه الصلاة والسلام قد كتب لك ما أمر لك. الدليل الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية حرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم، وقال في حديث آخر وهو السادس قال ولا تمد بسم الله. الدليل السابع قوله عليه الصلاة والسلام ضع القلم عند أذنك فإنه أذكر لك، فهذه أدلة من قال بأنه كتب. هم يقولون تعلم أصول الكتابة بذكره للقلم عند الأذن فإنه أذكر لك. أما الجمهور فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب، ويستدلون على ذلك بالآية وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وليس فيه دلالة على أنه سيعلم أو سيتعلم الكتابة والقراءة فيما بعد، فالآية فيها إخبار عما سبق. أما ما جاء في صحيح البخاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بدليل أنه قال لعلي رضي الله عنه أرني إياها، فأراه إياها فكتب. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام غير عالم بالقراءة والكتابة، وإلا لما قال لعلي أرني إياها، ولما احتاج إلى أن يقول لعلي أرني
إياها. والدليل الآخر على أنه لم يكتب في صلح الحديبية أنه كما جاء في حديث المسور التنصيص على أن الكاتب الوحيد في صلح الحديبية هو علي، فما أجمل في رواية فسر في رواية أخرى. الدليل الثالث الذي يعبد أنه لم يكتب في صلح الحديبية أن معنى كتب يعني أمر بالكتابة، كما جاء في أحاديث كتب إلى قيصر، كتب إلى كسرى، فيكون كتب يعني أمر بالكتابة. وأما ما استدلوا به من أحاديث فكلها ضعيفة كما أفاد ابن حجر رحمه الله، وعلى افتراض، وهذا رأي الجمهور، على افتراض أنه كتب من باب التنزل ومن باب الأخذ بالظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جرت يده بالكتابة لأن الأمية قد يعلم صورة الكلمة فيكتبها كما هي ولا سيما الأسماء، وبذلك لا يخرج عن كونه أمية. ثم لو كتب حقيقة دون اللجوء إلى القول بكتابته للكلمة على صورتها فإن هذا الأمر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة، وهذه معجزة ولا تدل على أنه صلى الله عليه وسلم عالم بالقراءة أو الكتابة.